شارك معنا في مسابقة خبزولوجيا. تبع الحلقة كلها جمعة مع 9 غرارة وجاوب على سؤال الكابتن خبز. طلع الإجابة الصحيحة وبعث SMS على الرقم 87 48 48 وربح معنا كل جمعة 500 دينار حظ. الفايز بمسابقة خبزولوجيا الأسبوع الفارط هو مختار الصالحي من سبيتلا. مبروك يا مختار. وتوا نتعديو لسؤال الجمعة هذه. ما هو تاريخ أول ظهور لكابتن خبزة؟ أبعث K1 على الرقم 87 48 48 كان تقول 16 فيفري 2010. أبعث K2 على الرقم 87 48 48 كان تقول 16 فيفري 2011. أبعث K3 على الرقم 87 48 48 كان تقول 16 فيفري 2012. نجموا تبعثوا إجاباتكم من توا حتى نهار الجمعة الجاي مع نص نهار، والفايز ب 500 دينار نعلنوا عليه في الحلقة الجاية مع 9 غير 4 كالعادة والعوايد، وإن شاء الله مربوحة. ألو نجمة، كلمة باي قولي له سيدك سالم جاي يخطب.